ولفها وحلوه. وزي ما قلنا كريستيان فييري يستغل التمريره الرائعه من ديل بييرو، مميز ديل بييرو، هدف ايطالي جميل جدا. اعزائي المشاهدين نفسنا نشوف طبعا ايطاليا تبتعد عن البرازيل للبطوله. زامورانو، محاوله من زامورانو كابتن فريق تشيلي النهارده واحد اللاعبين اللي بيقع عليهم عبء كبير في امال جماهير تشيلي. وتاني اماميه ودينو باجيو ولمسه واحده وماشي دينو باجيو وهوبا والجول الاولاني، اول اهداف اللقاء، ذا اوبننج جول اوف ذا جيم اعزائي المشاهدين، بيحرزه فيري راس الحربه الخطير ومهاجم ايطاليا. فيري يلعب لاتلتيكو مدريد الاسباني. طبعا يا كابتن هي تمريره جميله جدا من باجيو. وتاني ومن نص الملعب فيري مش اوف سايد، والجول الثاني، فيري كريستيان فييري. لسه بقول من اول الماتش كريستيان فييري عامل موسم تاريخي مع نادي اتلتيكو مدريد الاسباني، وخارج السنه دي هداف لدوري اسبانيا، وعامل جون جميل جدا، وعمل جون الماتش اللي فات بيديها الطويله حلوه. وتاني بيلعبها ديل بييرو، ديل بييرو هيلطشها. الجون الثالث لايطاليا هيلطشها، اتاخر الباك واللحظه دي معناها جون على طول. كريستيان فييري بيعمل جونين النهارده، والثالث لفييري والثالث لايطاليا، الثالث لفييري والثالث لايطاليا. وبيتصدر كريستيان فييري قائمه هدافي كاس العالم مع مارسيلو تشالاس. ضيع فرصه مؤكده للمنتخب الايطالي، وادي واحده مره ثانيه ناحيه التون، وهجوم كاسح اعزائي المشاهدين المنتخب الايطالي، والهدف، الهدف الاول كريستيان فييري، الهدف الاول اعزائي المشاهدين لكريستيان فييري، لتشتعل المدرجات اعزائي المشاهدين في استاد سابورو، المرشحه بقوه من وراء كانافارو، ولكن اراها على طول. وادي الهجمه المرتده اللي بيعملها المنتخب الايطالي، وادي فييري، وادي فييري، وادي فييري، يو فييري، هو ده يا جماعه، هو ده كريستيان فييري، بقول لحضراتكم هو ده كلمة السر حتى الآن في المنتخب الإيطالي. والهدف الثاني أعزائي المشاهدين للمنتخب الإيطالي في هذا اللقاء، وادي الهجمة المرتدة بيلعب بيها المنتخب الإيطالي، بقول لحضراتكم بينفذها صح. في الناحية اليمين الاثنين كانوا نشيطين جدا، فييري توتي، ولا عرضية خطرة جدا لإيطاليا، براحته خالص هيلعب كريستيانو دوني وليفييري، واخيرا فييري، واخيرا فييري، كريستيان فييري، كريستيان فييري هو الهداف الوحيد يا جماعه في ايطاليا، كريستيان فييري، والهدف الثالث ليه في هذه البطوله، والهدف الثامن ليه في تاريخه من المونديال. الان فييري يقترب جدا من الرقم التهديفي لاكبر لاعبين تهديفا في تاريخ ايطاليا. لعبت على طول الضربه الركنيه وجوه الجول، جوه الجول كريستيان فييري، هوبا هوبا جوه الجول كريستيان فييري. اعزائي المشاهدين لسه بقول لحضراتكم المنتخب الايطالي هيعلن عن نفسه في الدقيقه 17، وكان كريستيان فييري سمعني بقى في استاد دايجو اكوري، ويحرز اول اهداف هذا اللقاء ويزيد من اهدافه الى 4 اهداف.